بكل سهوله فردت الشعر. واحلى حاجه البنات اللي عامله بروتين هتديكي فوليوم حلو. شوفوا النتيجه، شوفوا اللمعه، اقل ضرر هيحصل على شعرك لان هي الجزء بتاعها ده السيراميك. فين البنات اللي عملت بروتين لشعرها؟ فين البنات اللي شعرها كيرلي زي حالاتي وبتحب من وقت للتاني كده يكون شعرها واخد فوليوم ومفرود بشكل كويس، بس ساعات كتير بتخاف من الحراره على شعرها؟ انا النهارده هعمل لك ريفيو عن حاجه حلوه جدا، عن برودكت جميل جدا جدا، وهو بيبي ليس فرشه الدواره بيليس، اللي هي ماركه بيليس. هي ماركه بيليس ولا ماركه بيليس؟ يعني هي مكتوبه بيليس، يعني الاسم برودكت نفسه بيليس، لكن طبعا الماركه بيبي ليس، وبيبي ليس معروفه ان هي منتجاتها حلوه جدا، حتى البنت اللي على البتاع حلوه جدا يعني. فانا طبعا هوصف لكم المنتج ده وهنجربه مع بعض وهقول لكم ازاي بيشتغل وايه اللي موجود فيه. كنا اتكلمنا عنه قبل كده في ريفيوهات الشعر، بس حبيت ان انا اطلع لكم بقى ايه بنفسي كده. هو اولا بيجي في شنطه شيك كده حلوه قوي، تمام. انا مش عارفه بقى هعرف افرد شعري دلوقتي بيه، انا حابه شعري كده. ده شعري بعد ما استخدمت ماسك كده من ماسكات، هتلاقوها في البلاي ليست او قائمه تشغيل، قوائم التشغيل، ادخلوا على القناه كده بتلاقوا قوائم تشغيل، حاجه اسمها قوائم تشغيل. بتعملوا ايه؟ بتخشوا فيديوهات العنايه بالشعر، البشره، الحاجات دي كلها. انا شعري لما بيتفرد بيبقى لحد هنا، يعني لحد اخر ظهري او لحد نص ظهري اهو، ده لما بيتفرد. لما بيبقى كيرلي بقى بيبقى ايه كده، باونسي كده او بيبقى يعني قصير. فقولوا لي مين احلى، الكيرلي احلى ولا الليس احلى؟ احنا من يعني بنحاول نغير، يعني بتحاولي غيري، حاولي دايما ايه مره كده تطلعي ليس، خصوصا البنات اللي بتشتغل في مثلا شركه ادويه زي حالاتي، او يعني بيبقى مش يعني لو شعرك كيرلي مش هيبقى حاجه ظريفه ان انت يعني تخشي على الدكتور كده بيه، يعني ما ينفعش تخشي كده مثلا شعرك كده اللي هو الكيرلي الاوفر، يعني يستحسن تبقي ليس مثلا او حتى عاملاه حاجه بسيطه. فانا دلوقتي بريحه شويه من الحراره، بس يعني. والبنات اللي بتشتغل في البنوك والحاجات دي والمضيفات برضو لازم يبقى شعرك ليس. فدي حلوه ليه بقى؟ وليه قلت لكم في اول الفيديو البنات اللي عامله بروتين؟ لان دايما البروتين، دايما دايما البروتين بيخلي الشعر كده. انا تجربتي مع البروتين كانت أسوأ تجربه في العالم. اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب وقولوا لي رايكم في اللوحه. اللوحه دي جميله قوي، انا بعتز بيها بصراحه، يعني من الحاجات اللي كانت حلوه بصراحه يعني. قولوا رايكم في اللوحه، قولوا رايكم في المكان الجديد. لسه هنعمل ريفيوهات عن حاجات كتير. اطمنوا لسه في حاجات كتيره، محتوى التجميل يعني بصوا، حتى الاكسسوارات موجوده، حتى اعمل لكم اكسسوارات الشعر موجوده، كل حاجه موجوده، هتعجبكم حاجات كتيره قوي. الفرشه دي هي 1 2 3 4 اربع رؤوس. دي ميزتها في ايه؟ انا هشغلها قدامكم دلوقتي كل حاجه، يعني كل حاجه كده على ايه. دي احلى حاجه فيها علبتها بصراحه، علبتها دي ممكن تحوشي فيها اساسا. دي علبتها اهي، تمام. هقول لكم بقى اول حاجه، طبعا بيجي معاها الضمان اكيد يعني، بس الضمان يعني الضمان ولا حاجه لما يجي لك يعني شهاده الضمان ولا حاجه قدام كفاءه المنتج نفسه. بجد حاسه ان الكيرلي عسول، بس انا مشكلتي في القصه، انا مشكلتي في القصه يعني. انا يعني ما بحبش القصه كيرلي، مش عارفه اظبطها يعني. قولوا لي ممكن اظبطها ازاي. ساعات اظبطها كده بس بيبان ان هي من هنا من كتر، عشان كنت بلف شعري كتير منحوله، مش عارف، اي يمكن انا عندي هسس. بس بحب التسعيناتي، الكيرلي التسعيناتي ده او الكيرلي البونسي، بس اهم حاجه شعرك يكون هيلثي. فاحنا هنفرد شعرنا بشكل هيلثي. مش عارفه اعمل معاكم الفيديو افرد شعري النهارده، انا ممكن اجربها على القصه كده بس يعني هحاول. ما جبتش اصلا فرشه ولا اي حاجه، بس ماشي. ادي اول حاجه فيها اللي هي دي اللي هي الفرشه بتاعتها او الجهاز نفسه، تمام. هشرح لكم الجهاز دلوقتي. تاني فرشه، يعني اول حاجه خالص اللي هي بتبقى عامله زي البيبي ليس كده، بتبقى زي سيراميك. يلا انا عامله زي البلوجر. بتبقى زي السيراميك كده، ظريفه، حلوه، بتفرد او بتنيم الشعر شويه لو انت عايزه تنيمي. اول حاجه. تاني حاجه طبعا اللي هي مهمه برضو البلاور، او لو انت عايزه تنشفي شعرك بعد الشاور، بلاور شاور والله تنفع اغنيه. بتفرد الشعر، يعني انت عايزه تنشفي شعرك او تدي شعرك هواء كده، حلوه برضو. هنشغلها قدامكم بس يعني الصوت بقى انا ماليش دعوه، هحاول اعلي الموسيقى بقى من المونتاج مش عارف. لان هتكلم وقتها اصلا. دي بتاعت القصه، دي بقى الرئيسيه اللي هي يعني من يعني رئيسيه يعني حلوه قوي. دي بيبقى جايه معاها الحافظه بتاعتها كده، والشعيرات بتاعتها بتبقى يعني مفرعه كده اصلا، اوكي. وبتلف في شمال ويمين، بتلف شمال ويمين يا جماعه، مش بتلف
انا يعني الناس اللي فاكراها بتلف بتلف، لا هي بتلف شمال ويمين. بتركبيها ازاي؟ انا طبعا هحطها في الفيشه دلوقتي اللي هي جنبي كده. بيبي ليس اعلان ببلاش. اه بعمل اعلان ببلاش، بس هي الحاجه دي موجوده عندنا في الشركه يعني، فلو عجبتكم صندوق الوصف فيه كل حاجه. اشربوا ميه كتير، اشربوا ميه كتير يا بنات، كل فاكهه كتير عشان وشكم يبقى حلو. انا بصور بالكاميرا الاماميه، مش هم قالوا بصوروا الكاميرا الخلفيه تكون كواليتي احسن، بس انا الكاميرا الخلفيه يعني كتير فصلت وكتير عملت معايا مشاكل فخفت منها، فقولي احلى الكاميرا الاماميه ولا الخلفيه، انتوا هتعرفوا يعني. اشربوا ميه عشان نضاره بشرتكم وفي ونضاره شعركم. واتر يور هير. على فكره انا شعري اتدمر قبل كده من البروتين، انا عملت بروتين قبل كده، بس انا هقول لكم على نوع بروتين كويس بجد انا تجربتي معاه ما وقعليش شعري بصراحه. بس انا من الناس اللي ساعات كتير احب شعري كده، ساعات كتير احب يعني احبني كده، ومرات التاني اقوم مغيره اقوم فرداه، يعني هتلاقوني في يوم من الايام كده فرداه. واحلى حاجه في البروتين ده ان هو يعني لو مهتمين بيه اعملوا سبسكرايب واكتبوا لي في الكومنت ان انتم مهتمين بالبروتين ده. احلى حاجه انه ما بيوقعش الشعر، مش بيسحلل الشعر كده، وفي نفس الوقت يعني ما بيوقعش الشعر ده كفايه قوي. وكمان ممكن تستخدمي ماسك يعني انت مش عايزه تعمليه بالحراره استخدمي ماسك. هنتكلم الفيديو الجاي على البيبي ليس. البيبي ليس بقى اللي هي ده، هي بتاعه بيبي ليس برضو. انا بحب ماركه بيبي ليس برضو. اعلان ببلاش. اعلان ببلاش. مش مشكله عادي، ده شغفي. المهم يعني يا رب تكونوا شايفينها كده اهي، تمام. ليها ده الجزء ده والجزء ده اليمين والشمال. بتركبي الفرشه كده عادي خلاص، في التكه كده بتتك عادي، بتتك وبتركب. يعني عايزه تشيليها بتضغطي على الزرار ده من ناحيتين اهو، التكه بتتشال. عايزه اقول لكم على حاجه، مع احترامي لكل القنوات يعني اللي بتعمل ريفيوهات، بس انا واحده من الناس لما بفكر اشتري ولو حتى مانيكير او اي حاجه، لو حتى هشتري كيس نشا، بخش على اليوتيوب ادور على ريفيوهات عنه. والله بجد ايه احسن نوع، تجربتي معاه وكلام، بس بلاقي مشكله في المحتوى ده. ويعني طبعا هم حرين وحاجه كويسه يعني، حاجه تحترم. او بص الاهم حتى المنتج كده ومصوره وقايله تجربتها، طب فين تجربتك؟ طب ايه انت صورتيني المنتج، فين الريفيو، فين تجربه المنتج، فين شرح المنتج؟ انت جايبه لي المنتج كده خلاص وتتكلمي تجربتي معاه كان حلو او كان وحش، انا كده استفدت ايه؟ بالله عليك ايش استفدت؟ بالله عليك ايش استفدت؟ انا واحده من الناس كان عندي قناه قبل كده 30,000 متابع، وحصل عندي شويه ظروف معينه كده، يعني ظروف معينه ما كانش ينفع ان انا اخرج يعني للناس كده بوشي عادي. مش ظروف، مش هربانه ولا حاجه، مش هربانه من طار لا، بس كانت امور يعني ما كنتش فاضيه خالص، كنت بجهز لبيتي التاني يعني ان انا بتجوز يعني قبالة عندكم يا رب، وما كنتش فايقه خالص ان انا حتى المنتجات حتى ما كانتش معايا. فساعات كتير كنت بصور، القناه دي للاسف اتقفلت، مش اتقفلت، هي موجوده بس الريتش عندها واقع، فانا هنا بادئه من الصفر. مش عارفه انتوا هنا هنبقى واصلين كام الف متابع وانتوا بتشوفوا الفيديو ده، فاعملوا سبسكرايب عشان نوصل لكتير. انا يعني بادئه من الصفر عشان الريتش عليها واقع. فيلا نجرب الفرشه دي، يلا نفتح بسم الله. احلى حاجه بقى هي فيها ثلاث مستويات. الاول المستوى الاول ده البارد، انا طبعا مش هشغلها دلوقتي عشان الصوت. المستوى الاول ده بارد، والمستوى الثاني كير اللي هو السخونيه بس مش السخونيه العاليه قوي، والمستوى الاخير اللي هو السخونيه العاليه شويه اللي بتدي الفرد. فانا هحاول ان انا افرد معاكم او اعمل معاكم. يعني فين الفرشه؟ مفيش فرشه. هنعطل؟ هنقوم؟ لا مش هقوم، مش قايمه من مكاني. انا لو قمت حقيقه الفيديو هيبوظ. بس طيب الصوت هعتذر لكم عن الصوت، بس انا هحاول في المونتاج اظبط لكم الصوت. اهو ادي الصوت بتاع البارد، وادي الكير العادي من درجه الحراره عليه ده العالي خالص، صوتها عالي شويه بس مش مشكله. هناخد كده كل سهوله فردت الشعر. احلى حاجه البنات اللي عامله بروتين هتديكي فوليوم حلو. احنا محتاجين فرشه طبعا، بس انا بحب ايه بقى اعمل القصه، بحب اعملها بايه؟ بحب اعملها بالفرشه دي. والله شكلي تسعيناتي. ليه بقول تسعيناتي؟ لان انا اصلا بحب الوقت بتاع التسعينات ده، كان الميك اب حلو وسمبل، ما كانش سمبل، بلاش نضحك على نفسنا. الميك اب كان حلو
ما كانش سيمبل. ما كانش فيه الحاجات الكتيره اللي موجوده. مين بيحب التسعينات؟ مين اصلا هنا مواليد التسعينات؟ انا بحب الصغيره دي علشان تظبط لي القصه. بتلفيها كده على القصه سهله قوي قوي قوي. بصوا لو كان معانا فرشة كان الموضوع كان هيبقى أسهل من كده بكتير. أهو شوفوا خدت فوليوم إزاي، خدت شكل حلو إزاي. فهي حلوة في كده، حلوة إن هي تديكي فوليوم حلو أهو وشكل حلو لشعرك. دايما لما بنكون عاملين بروتين بيبقى شعرنا مسحلل كده كده، يبقى منظرك يعني معلش يعني مع اعتذاري لكل، مع احترامي لكل الاماكن اللي بتعمل بروتين وفرد الشعر وكده، بنبقى مسحللين. صح ولا ايه؟ صح. فده بيبقى شكل حلو كده اهو. اهو انا عايز اظبط شعري بس اهو. شوفوا النتيجه، شوفوا اللمعه. اقل ضرر هيحصل على شعرك لان هي الجزء بتاعها ده سيراميك. السيراميك ده بيحمي الشعر شويه او زي ايونيك يعني حاجه ايونيك. وبرده حتى اللي هي فرشه الليز ديت برده نفس الكلام حلوه. فاهو ده اللوك اللي بقى انت بتعملي بقى براحتك بقى. انا بالنسبه لي عايز اسيب شعري ده كده بس، مش عايزه افرده دلوقتي. بس هي القصه اهم حاجه، حلنا مشكله القصه. بصوا العسل، تحطي بقى مثبت الشعر، عايزه تسيب شعرك كده شعرك يعني براحتك. انت اعملي اللي انت تحبيه، انت اعملي اللي انت تحبيه وشوفي نفسك في اجمل صوره انت عايزه تشوفي نفسك عليها. وعايزه تشتريه موجود عندنا في الشركه وموجود بكميات محترمه واستوكات كويسه وبسعر كويس كمان. صندوق الوصف فيه لينك بيدخلك على الواتس على طول، بيدخلك على الانستجرام يعني على الواتس من غير ما تحفظي الرقم او كده وبتتواصلي. فالموضوع سهل يعني، صح ولا ايه؟ يلا اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب لو المحتوى ده عجبكم، اعملوا شير علشان نعمل تخفيضات اكتر واكتر. وهعمل لكم فيديوهات عن حاجات تانية. قولوا لي رايكم في القصه اللي انا حبيتها دي. انا حبيت القصه كده، ممكن بقى الم شعري كده اصلا يعني. طالما القصه، بصوا انا طالما القصه متظبطه بالنسبه لي، لو لميت شعري كده كعبشته كده انا مبسوطه. هكعبشه كده ولا اسيبه متسيب؟ انا كده مبسوطه تمام قوي يعني. حلو ولا ايه؟ يلا اشوفكم على خير الحلقه الجايه، وقولوا لي رايكم في الكومنتات عن المنتج. حد جربه؟ حد نفسه يجربه؟ واللي نفسه يجربه يكلمنا على اللينكات الموجوده في صندوق الوصف. هتلاقوا كل حاجه تحبوها، هتلاقوا السكين كير، هتلاقوا الهير كير او العنايه بالشعر والبشره والميك اب. واشربوا ميه كتير عشان بشرتكم تبقى كويسه على قد ما تقدروا. اشوفكم على خير الحلقه الجايه. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب ورايكم في الكومنتات. وسلام.